اختتمت مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس بعد انقضاء آخر جولة ميزها تعثر الرائد شباب قسنطينة بخسارته في بولوغين أمام نادي بارادو. وعلى الرغم من هزيمة الباك إلا أن السنافر حافظوا على صدارة الترتيب في ختام مرحلة الذهاب بمجموع 31 نقطة، في حين تقدم نادي بارادو إلى المرتبة السابعة ب 21 نقطة. من جهته سجل وفاق سطيف ثاني هزيمة له على التوالي أمام اتحاد بلعباس متراجعا بذلك للمركز الرابع ب 24 نقطة، بينما ارتقى أشبال السيد طاهر شريف الوزاني للمرتبة التاسعة ب 20 نقطة. أكبر المستفيدين من الجولة 15 كان فريق اتحاد الجزائر العائد بفوز ثمين من البليدة ضد الاتحاد المحلي، فوز وضع أبناء سوسطارة في المركز الثالث ب 26 نقطة مؤكدا عودة الفريق القوية في السباق نحو اللقب. ثاني المستفيدين من الجولة اسمه نصر حسين داي الفائز على أولمبي المدية بثنائية نظيفة أنهى بها ذهاب الموسم في المركز السابع ب 21 نقطة مؤكدا صحوته في الفترة الأخيرة. بالمقابل تأزمت أوضاع أبناء التطري الذين تقهقروا إلى المركز الثالث عشر ب 16 نقطة وعلى بعد ثلاث خطوات عن أول المهددين بالنزول. اتحاد الحراش الذي يعيش على وقع المشاكل الإدارية استغل فرصة استقباله لاتحاد بسكرة للفوز عليه رافعا رصيده إلى 12 نقطة بقي بها في المرتبة 15، في حين يحتل البساكرة المرتبة 14 برصيد 13 نقطة. هكذا انقضى الشق الأول من الموسم الذي كان فيه حيزا للإثارة وللإبداع في انتظار مرحلة عودة و15 جولة قادمة نتمنى أن تكون أحسن وأجمل.